حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتورة ميلدا خليل، نائب رئيس الخدمات الطبية للأقسام الجراحية بمجمع السلمانية. مرحبا دكتورة في نشرة الثالثة. طبعا المستشفيات الحكومية بدأت بتشغيل غرف العمليات في الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وأيضا إجراء العمليات الاختيارية أيام السبت تحديدا. ما هي المكتسبات المرجوة من تحقيق هذا الهدف أو من تحقيق هذا القرار، وكيف سيؤثر ذلك على الطواقم الطبية؟ يا هلا وسهلا. بداية حبيت أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هالمشروع. هالمشروع المستحدث أنا أعتبره خطوة موفقة وقوية من إدارة المستشفيات الحكومية، وهو يعكس حرصها على تقليل وتقليص قوائم فترات انتظار العمليات. تم فتح غرف عمليات للعمليات الاختيارية مثل ما تفضلتي في الفترة المسائية يوميا، بالإضافة إلى أيام العطل الأسبوعية، وهذا الشيء تم بالتعاون من جميع الأقسام المعنية. الهدف الحقيقي من المشروع هو تقليل فترات الانتظار للعمليات الجراحية الاختيارية، وكذلك تقليل معاناة المرضى وتقديمها بأجود خدمة. نعم، تفضلي دكتورة. بالنسبة لعمل الطواقم الطبية، هني أحب أتوجه بالشكر إلى جميع الطواقم الطبية، سواء من أطباء، تمريض، فنيين، كلهم يعملون بجهد وبكل طاقتهم لخدمة أبناء ومنتسبي الوطن الحبيب. ما كان عندهم أي مانع من مواصلة جهودهم وتكثيفها، العمل لساعات مطولة في سبيل إنجاح هذا المشروع. نعم، القرار الآن سيبدأ طبعا بتخصصات معينة مثل الجراحة العامة، العظام، النساء، الولادة، الأنف والأذن والحنجرة. هل هناك خطة مستقبلية دكتورة يعني إضافة المزيد من التخصصات إلى هذا القرار؟ نعم، مثل ما تفضلتي صحيح، احنا ارتئينا ان احنا نبدا بهاي التخصصات لان لديها اطول قوائم انتظار للعمليات الاختياريه، وهذه هي المرحله الاولى في المشروع. نعم. بناء على المعطيات اللي احنا بنحصل عليها باذن الله بيتم التوسع في مراحل قادمه، بيتم اضافه تخصصات اخرى وسوف نعلن عنها ان شاء الله. نعم، الدكتوره ميلدا خليل، نائب رئيس الخدمات الطبيه للاقسام الجراحيه بمجمع السلمانيه الطبي، شكرا جزيلا لك.